وأنا أقول في مثل هذا المقام لا تبرأ ذمة إنسان ينقل من كتب هؤلاء العلماء ويقول هذا سنة أو هذا واجب أو هذا أمر يندب إليه، لا بد أن تحقق وأن تقرأ ما قبله وما بعده ثم تنظر إلى منهجية المؤلف. يعني كمثال ابن رجب في لطائف المعارف يسرد آثارا منها الصحيح ومنها الضعيف، أحيانا يبين وأحيانا لا يبين، ولذلك تنتشر وخصوصا في رمضان ينتشر النقل عن ابن رجب في لطائف المعارف، ثم تحت الكتابة ابن رجب في لطائف المعارف. هل عرفت ما قاله ابن رجب في المقدمة وفي المؤخرة؟ ربما أنه يذكر هذا الشيء وهو لا يعقب عليه، هو أراد أن يجمع، فأحيانا ما يتحدث عن هذا هل هو صحيح أم أنه غير صحيح. ولربما أن بعض العلماء، وهذه قاعدة أيضا، بعض الناس يقول كيف لهؤلاء العلماء أن يكتبوا هذه الكتابات دون أن يبينوا؟ بعضهم قد يكتبها على أنها مسودة، يعني لم يراجعها. ولذلك في سير أعلام النبلاء للذهبي، الذهبي حافظ من الحفاظ، ومع ذلك كانت موافقاته للحاكم في مستدرك الحاكم كانت بها أوهام كما ذكر ذلك المحقق. لما مع أنه حافظ؟ لأنه لم يراجع. ولذلك عثرت، سبحان الله وأنا أقرأ فيها، عثرت على كلامه قال ولنا تعليق على مستدرك الحاكم سنعود إليه، أو بنحو من هذه العبارة سنعود إليه للنظر فيه. قد يكتب ثم لا يراجع ثم ينشر، ولذلك لا تبرأ ذمة أحد. ولذلك أحيانا بعض النقولات قد تكون نقولات تخالف النص الشرعي. ولذلك سبحان الله، حتى تعلموا أنه ليس كل رسالة، لأن هؤلاء سبحان الله، هؤلاء العلماء سبحان الله، ما من أحد يكون حديثه ومنطقه وما يذكره من فتاوى ومن أحكام ما يذكر ذلك إلا عن طريق أدلة شرعية صحيحة على فهم سلف هذه الأمة يقبل عند الناس، يقبل عند الناس، لأنه نصر دين الله بذكر الأدلة الشرعية، فنصر الله عز وجل هذا الرجل ورفع ذكره، فهؤلاء يقبلون بمجرد ما يأتي هذا الاسم، سبحان الله يقبل، يعرفون أنه من أهل التحقيق. فتنبه